أعتقد أنه الوضع الراهن في المنطقة العربية عموماً على اختلاف الحالات يتطلب منا جهد إضافي في العمل على سياسات ثقافية، بحكم أن الثقافة صارت مطلب جماهيري، يعني الجماهير اللي نزلت على الحراكات في أكثر من بلاد عربية صارت عندها مطالب ثقافية، وصارت الثقافة يمكن أن تساهم في السلم الاجتماعي لأكثر من بلد عربي في الواقع وللأسف أنهكته الحروب. كيفية التعامل مع هذه المطالب الجديدة مع وضعية جديدة للشباب صلب المجتمع، ثم توجهات تبدو في الظاهر وكأنها غير ثقافية ولكنها ثقافية بحتة، يعني مطالب بحرية التعبير، مطالب بالمساواة، مطالب بالديمقراطية، مطالب بحرية بالتوازن أكثر بين الجنسين، مطالب لمكانة أكثر للمواطنين وللشباب في بناء السياسات بطريقة عامة. هذه كلها مطالب، المطالب بطبيعة الحال في العيش الكريم، في الكرامة، هذه كل مطالب قد تبدو غير ثقافية من أول وهلة، ولكنها في صلب الثقافة وفي صلب السياسات الثقافية. مواكبة التغيرات السريعة التي تعيشها المنطقة العربية من ناحية الاجتماعية، من ناحية سياسية، من ناحية خاصة الاقتصادية، وربطها بالاحتياجات والتغيرات في ميدان الثقافة والجيل الجديد، وإذا قدرنا يعني نربط شيئين هذا يزيد من التوعية الشعبية اللي هي حاملة الحراكات الشعبية اللي نعيشها اليوم إلى توعية ثقافية قد تؤدي بالمنطقة إلى تنمية نقدر نقول شاملة. الورشة هنا أتاحت لنا أن احنا نقابل مجموعة الأفراد من مجموعات السياسات الثقافية في بعض الدول العربية، وده في الحقيقة كان مفيد جداً أن احنا نعرف إيه المشاكل اللي واجهوها، إيه الصعوبات، إيه الإنجازات اللي قدروا يحققوها عشان نتعلم من تجاربهم. أهم المزايا بالنسبة للورشة أنه ما كناش في وضعية المتلقين، كنا أقرب لفكرة تبادل الخبرات. هذه الورشة سمحت لآراء مختلفة عملياً لخبراء متخصصين في السياسات الثقافية أن تطرح على طاولة النقاش مع جيل جديد من الباحثين يريد أن يبني على هذه الخبرة عبر 10 سنوات من العمل على السياسات الثقافية التي مرت علينا، يعني من أول ما طرح المؤسس المولد الثقافي هذا المشروع الكبير في سنة 2009 إلى غاية 2019. حالياً نملك الخبرة والتجربة الكافية التي تفرض علينا أن نقيم أنفسنا، نقيم هذه المرحلة التي قطعناها بإنجازاتها واستعصاءاتها وأيضاً إخفاقاتها، حتى يبني عليها الجيل الجديد مشاريع يمكن أن تحول الثقافة إلى مشروع مجتمع. خلف قمم الجبال ألفت وأهل النظر، لمسة ربي الخيال درب الوحشي الحر، في ثنايا الجبال ألفت وأهل المسيح ننشد حر الجمال صافيا من التفكير.